ورحمة الله وبركاته. نبتدي النهاردة مع بعض المحاضرة التانية من محاضراتنا، وهنكمل فيها كيفية إعداد قائمة الدخل سواء كانت ذات المرحلة الواحدة أو متعددة المراحل. نفتكر بس مع بعض قائمة الدخل دي هي أحد القوائم التي تقوم أي شركة بإعدادها في نهاية فترة محاسبية للحصول على صافي نتيجة النشاط. ده الهدف الرئيسي من قائمة الدخل، اللي هو تحديد نتيجة صافي نتيجة الشركة سواء كانت صافي خسارة أو صافي ربح. قائمة الدخل هي عبارة عن تقرير رأسي يبدأ دائما بالإيرادات، يطرح منه تكلفة المبيعات، بنحصل على مجمل الربح، بنطرح منه كافة المصروفات لأي كافة المصروفات التي أنفقتها الشركة للحصول على الإيرادات، لنصل في النهاية إلى صافي نتيجة النشاط سواء كان صافي ربح أو صافي خسارة. دي قائمة الدخل في حالة المنشأة بتمارس نشاط رئيسي واحد، وفي حالة المنشأة التجارية هتبقى المنشأة بتمارس نشاط اللي هو شراء وبيع المنتجات التجارية. دي بيتم في هذه الحالة، وهي دي دائما يعني حالة شبه افتراضية أو بتكون موجودة في المنشآت اللي هي ايه يعني صغيرة أو بتعتمد على ممارسة النشاط الرئيسي فقط في تحقيق صافي دخلها. هذه القائمة بتحتوي على الإيرادات والمصروفات التي تخص الفترة التي يتم إعداد قائمة الدخل عنها. كل عناصر القائمة نحصل عليها من ميزان المراجعة ما عدا بند واحد فقط اللي هو بضاعة آخر المدة، وده بنحصل عليه عند الجرد الفعلي لبضاعة آخر المدة. بتبتدي القائمة بالإيرادات بإيراد المبيعات، ولغاية بتبتدي القائمة بإيراد المبيعات، وبعدين تكلفة المبيعات، مجمل الربح ناقص المصروفات اللي هي بتشمل غالبا على مصروفات البيع والتوزيع، المصروفات الإدارية والعمومية، المصروفات التمويل. نحصل على صافي نتيجة النشاط قبل الضرائب. سواء إذا كانت الإيرادات أكبر من المصروفات يبقى عندنا صافي ربح. بنطرح منه صافي ربح ناقص الضرائب، يبقى نحصل على صافي ربح بعد الضرائب. أما في حالة إن المصروفات أكبر من الإيرادات بنحصل على صافي خسارة، ودي بتبقى صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل أو قبل الضرائب عامة. بزود عليها في حالة الخسائر، بتضاف عليها الضرائب، بنحصل على صافي الخسارة بعد الضرائب. وده اللي هنفسره مع بعض في النقطة الجاية، وهو استعراض لكيفية إعداد قائمة الدخل لإحدى المنشآت التجارية. زي ما هيتعرض قدامكم دلوقتي وانا هبعته كمان بصيغه الوورد، هو التمرين بيقول الاقي بعض الأرصدة المستخرقة من ميزان المراجعة لشركة بورسعيد التجارية في 31/12/2019 والمبالغ من 1000 جنيه. عرض لنا دلوقتي بشكل بسيط لبعض الأرصدة المستخرقة من ميزان المراجعة. زي ما احنا افتكرنا او زي ما احنا برضو تعرفنا في الاول، ان ميزان المراجعة دون بيبقى كشف او كشف تجميعي لكافة ارصدة او كافة ارصدة الحسابات التي تمت التعامل عليها اثناء العام المالي في المنشأة. وقلنا ان حسابات الاصول والمصروفات هي مدينة بطبيعتها، حسابات حقوق الملكية والخصوم والايرادات هي دائنة بطبيعتها. عشان كده هنلاقي ان في عندي هيبقى عندي تقريبا اغلب اللي موجود عندي دلوقتي هي حسابات مدينة، ومعاه معاد المبيعات والخصم المكتسب به هو اللي هتمثل لي الحسابات الدائنة. عند الجارد بيتبين ان بضاعة اخر المدة تبلغ 90,000 جنيه. دايما المعلومة دي هتظهر معانا خارج ارصدة ميزان المراجعة، لان ده بيبقى اليوم الجارد الفعلي لبضاعة اخر المدة. المطلوب اعداد قائمة الدخل لشركة بورسعيد التجارية في عن السنة المنتهية في 31/12/2019. اول حاجة
ممكن نبتدي نحل كمين زي دون. نبص على المطلوب، والمطلوب اعداد قائمة الدخل عن السنة المنتهية. طبعا هنا بنفترض ان الحسابات تم اعداد تسوية الجردية كاملة، وان هو وفر لك الحسابات بعد التأكد ان هي الايرادات تخص السنة من 1/1 الى 31/12، المصروفات تخص السنة من 1/30 من 1/1 الى 31/12. طب لو جينا نرجع بالذاكرة كده ونقول اول حاجة هنلاقيها في قائمة الدخل ايه؟ هنلاقيها عندنا ايراد المبيعات. طب ايراد المبيعات بتاعنا ده احنا عايزين الاجمالي ولا عايزين الصافي؟ عايزين الصافي. طب نفتكر ان صافي المبيعات كان بيبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن اجمالي المبيعات ناقص مردود المبيعات ناقص الخصم المسموح به. طب ايه برضو نقول مردود المبيعات دي؟ قلنا المبيعات التي تم ردها التي تم ردها من العملاء للشركة لعدم مطابقتها للمواصفات، وهي بتعتبر خصم من قيمة المبيعات. الخصم المسموح به هو عبارة عن خصم تمنحه الشركة لعملائها لتشجيعهم على سرعة سداد المبالغ المديونية الخاصة بها. يبقى صافي المبيعات هيساوي إجمالي المبيعات اللي هي بين قوسين مبيعات نقدية ومبيعات آجلة ناقص مردودات المبيعات ناقص الخصم المسموح به. دي أول حاجة نعملها. تاني حاجة هنحسبها تكلفة المبيعات. تكلفة المبيعات هنا ذاكر لي بنودها في التمرين، جاب لي بضاعة أول المدة وبضاعة آخر المدة وصافي المشتريات. أول المدة وآخر المدة دول موجودين عندي تمام. بضاعة أول المدة موجودة هي أول مفردة في ميزان المراجعة، آخر المدة جاية كمعلومة جردية بعد ميزان المراجعة. طب صافي المشتريات بيقول لي صافي المشتريات هيفتكر هي بتساوي ايه؟ المشتريات زائد مصاريف المشتريات ناقص الخصم المكتسب. مصاريف المشتريات هي اي مصاريف تكبدتها المنشأة في سبيل وصول المشتريات من الموردين الى مخازن الشركة. خصم المكتسب هو خصم بيمنحه الموردين المنشأة لسرعة سداد قيمة المشتريات. يبقى صافي المشتريات بيساوي المشتريات 600 زائد المصاريف ناقص اللي هي الخصم المكتسب، يبقى 597,000 جنيه. طب تكلفة المبيعات هتساوي بضاعة أول المدة زائد صافي المشتريات ناقص بضاعة آخر المدة. طبعا هنا بضاعة آخر المدة خليناها 90 بس، لأن المبالغ عندنا كلها بالألف جنيه. كده جهزنا البنود بتاعتنا. بعد ما جهزنا الحاجة، وانا قصدت ان انا يعني اجهز البنود اللي تنفع تتجهز في ورقة الملاحظات، ودي دايما تبقى بداية حل التمرين معاك بيبقى اسهل. ممكن ان انا اعملها كلها في نفس القائمة، بس بتبقى التفاصيل يعني كتيرة، فممكن يحصل فيها لخبطة. احيانا كمان بيبقى كل ما الافصاح بيبقى موجه شويه بيبقى افيد لمتخذ القرار، خصوصا لما بيبقى قرارات عاليه، بحيث ان احنا ممكن لو حد بقى مدير محتاج تكلفه المبيعات بالتفصيل بنديها له بالتفصيل. طب هنا صافي المبيعات اللي احنا جبناه ناقص تكلفه المبيعات اللي احنا حاسبينها برده قبل كده. طب صافي ناقص صافي المبيعات ناقص تكلفه المبيعات بيدينا مجمل نتيجه النشاط. هنا المبيعات اكبر من تكلفة المبيعات، يبقى هنا عندنا مجمل نتيجة النشاط هي مجمل ربح. طب مجمل الربح هو بيساوي مجمل صافي ربح المنشأة؟ لا، في سبيل تحقيق المبيعات او اتمام كافة المبيعات تحملت المنشأة بمصاريف. المصاريف دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن مصاريف بيع، عبارة عن مصاريف ادارية وعمومية، عبارة عن مصاريف التمويل. طب يبقى بعد ما بنوصل لمجمل نتيجة النشاط هخصم منها مصاريف البيع، مصاريف الإدارية والعمومية، مصاريف التمويل. إجمالي المصروفات هنا عندي بيكون 18,000 جنيه. طب صافي نتيجة النشاط هحصل عليه ازاي؟ هحصل عليه إن أنا هقول مجمل نتيجة النشاط 553,000 ناقص إجمالي المصروفات اللي هي 18,000، يبقى صافي نتيجة النشاط 535,000 جنيه. وده طبعا في الحالة دي بيكون صافي ربح، لان برضو اللي كان مجمل الربح
اكبر من اجمالي المصروفات الاخرى، فهي نتيجة النشاط، ممارسة النشاط بعد تخطيط كافة النفقات والمصاريف اللي تم انفاقها، سواء كانت اللي هي تكلفة المبيعات او مصاريف التسويق او المصاريف الادارية والعمومية او مصاريف التمويل، او وصلنا لصافي ربح مقداره 535,000 جنيه. بحب اوضحها بعد ما عدينا قائمة الدخل، مصاريف البيع هنا كانت متمثلة في حاجتين، اجور موظفي البيع ومصاريف الاعلان. تاني حاجة نلاحظها برضو على قائمة الدخل دي، ان الشركة دي لا تمارس اي نشاط فرعي، يعني لا تمارس الا النشاط الرئيسي للشركة، وهو عملية بيع شراء بضاعة وبيعها واعادة بيعها، وبالتالي ايراد الشركة يتكون من صافي المبيعات فقط، لا يوجد في هذه الشركة أي ايرادات فرعية أخرى. دي حالة افتراضية، ودايما بنقول وجود السيولة بيخلي الشركة تحاول تستثمرها في شركة أخرى عن طريق شراء أسهم، عن طريق شراء سندات، عن طريق إيداعها في إحدى البنوك والحصول على عائد منها، أو إن هي الشركة بتكون بتمتلك مباني زيادة عن استخدامها، فبتبتدي تأجرها فبتحصل على عائد من إيجارات هذه الشركة، أو في حالة إن الشركة عندها أصل من الأصول وهذا الأصل أصبحت في غنى عنه، فبتفكر إن هي تبيعه. أحيانا بتكون ثمن بيع الأصل أعلى من التكلفة الدفترية للأصل، يبقى في الحالة دي حققت الشركة اللي هي أرباح بيع أصول، وأحيانا بيكون في خسائر بيع أصول، خسائر بيع أصول. طب لو في الشركة عندها إيرادات فرعية أو خسائر أو خسائر نتيجة ممارسة أنشطة غير فرعية، كيف سيكون منظر قائمة الدخل في هذه الحالة؟ ده اللي هنتعرف عليه في النقطة الجاية. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي بقى في قائمة الدخل اللي هنعدها في حالة إن المنشأة لديها أنشطة، أي لديها إيرادات أو حققت مكاسب من ممارسة النشاط الرئيسي أو من أنشطة، وكذلك من أنشطة فرعية، كذلك وجود بعض المصاريف ووجود بعض الخسائر نتيجة ممارستها للأنشطة الفرعية. بس قبل ما نعرض قائمة الدخل دي اللي احنا جرى العرف او العلم المحاسبي على تسميتها بقائمة الدخل ذات المراحل المتعددة او متعددة المراحل، ان انا هعرف مفهومين اتنين بس. الاول مفهوم اسمه المكاسب ومفهوم اسمه الخسائر. المكاسب دي هي ايه؟ هي زيادة حقوق الملكية. طب زادت ليه حقوق الملكية؟ نتيجة لصفقات طارئة او صفقات غير متكررة، لا تتم بصورة مستمرة، لا يمكن تقييم المنشأة على أساسها، لأن هي تتم بصورة غير متكررة نتيجة لظرف سياسي، نتيجة لظرف اجتماعي، نتيجة لحدوث شيء خارج للعادة. ماشي. دي المكاسب بعكس الإيرادات. مفهوم الإيرادات كان بيقول لي إيه؟ هي إيرادات داخلة من ممارسة النشاط الرئيسي للمنشأة، ده أكتر حاجة بتميز الإيرادات. طب الخسائر قلنا كمان إن الإيرادات ساعة ما عرفناها قلنا إن هي من نتيجة ممارسة النشاط الرئيسي أو النشاط الغير رئيسي. هنا المكاسب بقى بتبقى متحددة جدا إن هي نتيجة ممارسة الأنشطة الغير رئيسية. طب الخسائر هي إيه؟ هي انخفاضات في حقوق الملكية. الخسائر هي على طول انخفاض في حقوق الملكية. ليه؟ نتيجة لممارسة صفقة طارئة، نتيجة لظرف حدث طارئ غير متكرر، وأدى إن هو بيخفض صافي، بيخفض نتيجة النشاط، وبالتالي هيخفض لي حقوق الملكية. كل ما يعتبر مصروف إيراد أو كل الأنشطة يمكن اعتبارها إيرادات في كل الشركات، أم أنها أحيانا سوف تكون هذه الصفقة بالنسبة إلى شركة إيراد وبالنسبة إلى شركة أخرى مكسب، بمعنى آخر أن هي تمثل نشاط رئيسي بالنسبة لشركة ونشاط فرعي بالنسبة لشركة أخرى. زي نضرب مثلا اللي هي بيع سيارة.
لو كنا بنبيع السيارة دي، لو كنت أنا صاحب شركة لبيع السيارات، لما أجي أبيع السيارة هنا السيارة بتمثل لي إيه؟ بتمثل لي بضاعة. يبقى هي عملية بيع السيارات دي عملية هي نشاط الرئيسي للشركة، يبقى هي عملية متكررة بينتج عنها في الآخر نتيجة النتيجة الجزء الأكبر من نتيجة المنشأة. طيب لو في منشأة تجارية لتجارة الملابس وتم بيع سيارة، في الحالة دي بيع السيارة ده شيء عرضي، شيء استثنائي، هي مش كل يوم هتبيع سيارة، يتم الاستغناء عن أصل من الأصول اللي هو السيارة. أما بيع السيارة دي يكون ثمن البيع أكبر من التكلفة الدفترية، لا، يبقى في الحالة دي حققنا مكاسب. احيانا هيكون البيع بيولد خساره لانه كان اقل من القيمه الدفتريه لها، يبقى في الحاله دي هي اذا كانت حققت ثمن، اذا كان ثمن البيع اكبر من القيمه الدفتريه، يبقى في الحاله دي بالنسبه للمنشاه التجاريه تمثل مكسب ولا تمثل ايراد، بعكس اللي هي محلات بيع السيارات، هنا بيع السياره بيمثل ايراد. ندي مثال تاني في اللي هي مصنع لبيع الموبيليا، هل بيع المكتب هنا او بيع الاساس هيمثل ايه؟ هيمثل بضاعه، الاساس عامه هيمثل بضاعه، بيعه يتم بشكل متكرر، يبقى ده ايراد من نشاط رئيسي. طب اي منشاه تجاريه او منشاه السيارات لما تيجي تبيع الاساس اللي عندها، هل ده حدث متكرر؟ لا، ده عمليه استغناء عن اصل. يبقى بالتالي اذا كان ثمن البيع اكبر من القيمه الدفتريه للاساس، يبقى في الحاله دي اللي هي المنشاه بخلاف شركه النشاط الرئيسي المتمثل في بيع الموبيليا، دي بالنسبه لها بيكون مكسب او خسائر، مش كده؟ ده على كده بنقول ان جرى العرف على التفرقه بين الايرادات والمكاسب والتفرقه بين المصروفات والخسائر على الأنشطة النمطية أو النشاط الذي يتكرر في المنشأة بصفة دائمة. قائمة الدخل متعددة المراحل وفقا لما يراه بعض المحاسبين أو كثير من المحاسبين، إن هي بتحاول فصل النتائج التشغيلية عن نتائج الأنشطة الفرعية الأخرى، ويقال ان احنا بنعد قائمة الدخل على مرحلتين. المرحلة الاولى بيتم مقابلة الايرادات بمصروفات الخاصة بالنشاط الرئيسي للمنشأة، المرحلة الثانية هيتم مقابلة المكاسب والخسائر الانشطة الفرعية. تاني حاجة برضو في قائمة الدخل متعددة المراحل بتركز على تصنيف المصروفات وظيفيا، سواء كانت عندي تكلفة البضاعة المباعة واللي هي المصاريف البيعية، المصاريف الإدارية، المصاريف التمويلية. كل ده ليه؟ عشان يبقى عملية المقارنة، مقارنة هذه المصروفات من سنة إلى أخرى تكون ذات جدوى، كمان بالإضافة إلى ذلك مقارنة هذه المصروفات من منشأة إلى منشأة بتوفر اللي هي القدرة على تمييز المنشأة ومقارنتها بالمنشآت اللي هي هناك. بعض المحاسبين الذين يفضلون بوصفها بقائمة الدخل التفصيلية، هذه القائمة بتحتوي كافة التفاصيل، سواء ان احنا بنبتدي بحساب اللي هو اجمالي المبيعات ناقص مردودات المبيعات ناقص الخصم المسبوع به ناقص العرضة في المبيعات، ثم بعد ذلك بنخصم تكلفة المبيعات اللي بنبتدي حسابها من اول المدة زائد المشتريات ناقص اخر المدة، بعد كده بنضيف كافة المصروفات بالتفصيل. وهذا ما يعرف بقائمة الدخل التفصيلية. احيانا يطلب من المحاسبين اعداد قائمة الدخل المجزأة التي تحتوي على ارقام اجمالية لكل عناصر الرئيسية فقط، تحتوي على صافي ايراد المبيعات، تحتوي على تكلفة المبيعات، تحتوي على اجمالي مصاريف البيع، تحتوي على اجمالي المصاريف الادارية والعمومية، تحتوي على اجمالي مصاريف التمويل فقط بدون تفصيل. ومن يحتاج الى التفصيل يطلب من المحاسبين او من القائمين على نظام المحاسبة في المنشأة موافاتهم بالتفصيل. اذا مثلا طلب منك المدير اعداد قائمة الدخل المجازة، ثم بعد ذلك اللي هو اراد المسؤول عن مراجعة
او التحكم في المصاريف الاداريه والتمويليه تفصيل هذه المصروفات انما من الممكن ان تعد له اللي هو بقى كشف حساب لكل مفرده، سواء كانت المرتبات الاداريه، المرتبات المديريه، مرتبات الموظفين الاداريين، الادوات المكتبيه، المصاريف العموميه، مصاريف الاكراميات، مصاريف المبنى الخاص بالاداره، كل ذلك ايه يمكن الحصول عليه تفصيل. سوف نستخدم الآن بقى في النقطة التالية، سوف نعرض تمرين يوضح كيفية إعداد قائمة الدخل التفصيلية متعددة المراحل. التمرين رقم 2 الخاص بإعداد قائمة الدخل متعددة المراحل لشركة مصر التجارية عن السنة المنتهية في 31/12/2019. التمرين عرض بشكل مختلف عن التمرين رقم 1. التمرين رقم 1 عرض أرصدة ميزان المراجعة مدين ودائن، هنا جايب لي فصل بين إيرادات ومصاريف النشاط التشغيلي والمكاسب والخسائر الأخرى. إيرادات ومصاريف النشاط التشغيلي لو قريتها بسرعة كده، وده طريقة حل التمرين كده، ان انت بتبص على الأرقام سريعا وبعدين بتوصل للمطلوب وتشوف ايه المطلوب فيه. المطلوب اعداد قائمة الدخل متعددة المراحل لشركة مصر التجارية عن السنة المنتهية في 31/12/2019. متعددة المراحل يبقى انا عايزة اعمل قائمة الدخل على وفقا للبيانات المتاحة. قائمة الدخل هنا هتكون على مرحلتين اتنين فقط، الأولى بتضم الإيرادات والتكاليف المرتبطة بالنشاط الرئيسي، الثانية تضم المكاسب والخسائر الخاصة بالأنشطة الفرعية الأخرى. في النهاية نخصم الضرائب، نحصل على صافي نتيجة الشركة بعد الضرائب. قائمة الدخل متعددة المراحل، البيان وخانتين للمبالغ. اول خانه اللي هي البيان هتبقى اولا اللي هو النشاط التشغيلي، يعني هنبتدي طبعا اي حاجه هتبتدي بايراد المبيعات، هطرح منها مردودات المبيعات، هوصل لصافي المبيعات، ده اللي حطها في الخانه الاجمالي. لو طرحت تكلفه المبيعات، وهنا كانت تكلفه المبيعات جابها لي رقم جاهز، يعني لا طلب مني، هو اللي حسب التفاصيل، يعني مش يعني هو حسب الاول زائد المشتريات ناقص الاخر، واداني رقم جاهز يعني اللي استخدم فيه تكلفه المبيعات. طب يبقى صافي المبيعات ناقص تكلفه المبيعات تديني مجمل نتيجه النشاط، وهنا عشان صافي المبيعات اكبر من تكلفه المبيعات يبقى كان عندي يبقى ظهر عندي مجمل نتيجه النشاط هنا اللي هو مجمل ربح. مجمل الربح هطرح منها المصروفات التشغيلية اللي هي كانت متمثلة في كل حاجة عندي، عمولة مرتبات رجال البيع، مصروفات الإعلان، مصروفات المتنوعة، مصاريف أدوات كتابية، مصاريف إنترنت، إهلاك آلات ومعدات، وده هناخده بالتفصيل في المحاضرة القادمة بإذن الله. مرتبات المديرين، مرتبات الموظفين الإداريين، الخدمات القانونية يعني زي مثلا تكلفة محامي أو مصاريف مثلا رفع قضية وما شابه ذلك، مصروفات خدمية زي مثلا البوفيهات، الإكراميات، أي مصروفات من هذا القبيل، مصاريف إدارية متنوعة. ماشي، إجمالي المصروفات اللي عندي، إجمالي المصاريف اللي عندي بوصل لها إن بجمع كل المصروفات اللي عندي. طب يبقى عندي مجمل الربح ناقص إجمالي المصروفات هيديني صافي نتيجة النشاط التشغيلي اللي هو كان هنا صافي ربح عبارة عن 19,968,000 جنيه. لغاية هنا هل انتهى هل صافي نتيجة النشاط في حالة شركة مصر التجارية دي بيمثل صافي نتيجة النشاط التشغيلي، هيمثل صافي نتيجة النشاط الكلي للمنشاة؟ لا. ليه لا؟ لان شركة مصر التجارية لها انشطة فرعية الاخرى،
نتيجة ممارسة هذه الأنشطة الفرعية حققت بعض المكاسب وكان عندها بعض الخسائر، زي اللي هي كان حصلت على توزيعات أرباح نتيجة لشرائها أوراق مالية شركة أخرى، حصلت كان عندها أوراق مالية وباعتها وكان صافي القيمة البيعية أعلى، تمن البيع أعلى من القيمة الدفترية للأوراق المالية، فبالتالي حصل هنا اللي هي أرباح بيع أوراق مالية. كان عندي أصل وباعته وحققت مكاسب بيع الأصل نتيجة برضو إن القيمة البيعية أكبر من القيمة الدفترية للأصل، وده أنا عارفه بتفاصيل المحاضرة القادمة بإذن الله. طيب عندي كمان اللي هي خسائر، اللي هي خسائر نتيجة ممارسة الأنشطة الفرعية. كل دول لو انا جي اخدت الصافي بتاعهم وزودته على صافي نتيجة المنشأة، صافي نتيجة النشاط التشغيلي، هحصل على صافي اهو. هقول ثانيا المكاسب والخسائر الاخرى، عندي ايرادات اوراق مالية اللي هي من توزيعات ارباح، عندي ايرادات ايجارات كان عندها جزء من المبنى غير مستغل فأجرته لحد حصلت على عائد سنوي مقداره 85,000 جنيه، عندي أصل وتم بيعه فحصلنا على إن ثمن البيع أكبر من القيمة الدفترية للأصل ب60,000 جنيه، يبقى دي مكاسب. عندي أوراق مالية ولما جيت أبيعها خسرت فيها لأن القيمة الدفترية لها كانت أعلى من اللي هي ثمن البيع، أكبر من ثمن البيع بمقدار 10,000 جنيه، يبقى دي بتمثل لي خسائر. طب هجمع ازاي صافي الإيرادات الأخرى أو صافي هنا المكاسب الأخرى؟ هقول عبارة عن المكاسب اللي هي إيرادات أوراق مالية زائد إيرادات الإيجارات زائد مكاسب بيع الأصول ناقص خسائر بيع الإيرادات، هيديني صافي المكاسب الأخرى اللي هي عبارة عن 20,300,000. خلاص كده؟ لا معلش، دي صافي نتيجة النشاط قبل الضرائب، لكن صافي المكاسب الأخرى اللي هي كام؟ 332,000 جنيه. لو جمعتهم على صافي نتيجة النشاط التشغيلي اللي هو صافي ربح النشاط التشغيلي، هيدينا صافي نتيجة النشاط قبل الضرائب اللي هي 20,300,000 جنيه. لو طرحت منهم ضريبة الدخل هي 130,000 جنيه، هيدينا صافي نتيجة النشاط بعد الضرائب اللي هو 20,170,000 جنيه. ملاحظات ممكن اقولها في نهاية التمرين، ان التمرين ده كان مطلوب مني اعداد قواميد الدخل التفصيلية متعددة المراحل، هتبقى عبارة عن كام مرحلة على حسب التمارين، على حسب البيانات اللي قدامنا، بس هنكتفي بمرحلتين بس اللي هي مرحلة نتيجة النشاط التشغيلي النشاط الرئيسي او النشاط التشغيلي، واللي هي ممارسة الانشطة الفرعية اللي هي المرحلة التانية اللي هي عنوانها دايما تحت بند اللي هي المكاسب والخسائر الاخرى. هحصل الأول على مجمل النشاط التشغيلي اللي هي عبارة عن مقابلة المبيعات بتكلفتها، هحصل على مجمل أو مجمل الربح أو مجمل الخسارة، هطرح منها كافة مصاريف التشغيل الخاصة بالنشاط الرئيسي للمنشأة، هحصل منها على صافي الربح أو صافي خسارة النشاط التشغيلي. بعد كده المرحلة التانية اللي هي يبقى عبارة عن مقابلة المكاسب بالخسائر الأنشطة الأخرى، هجمع المكاسب الاول اطرح منها الخسائر، الصافي بتاع الانشطه الاخرى بخلاف الانشطه التشغيليه هضيفه على صافي نتيجه الانشطه التشغيليه، هحصل على صافي نتيجه الشركه سواء كان صافي ربح او صافي خساره قبل الضرائب. طبعا لو صافي ربح اطرح منه الضرايب يديني صافي الربح بعد الضرائب، لو صافي خسارة بضيف عليها الضرايب هيديني صافي الخسارة بعد الضرايب. كده يبقى احنا استوفينا مع بعض المحاضرة التانية من قائمة الدخل. يبقى ممكن الأسئلة بتاعة قائمة الدخل تكون عبارة عن ايه؟ تكون عبارة عن طرح او توفير مجموعة من البيانات المستخرجة من ميزان المراجعة، واعداد واللي يطلب منك اعداد قائمه الدخل وتكون البيانات اللي قدامك خاصه بالنشاط التشغيلي بس، يبقى قائمه الدخل اللي هي ايه مرحله واحده فقط زي التمرين الاولاني،
او تكون ان البيانات اللي قدامك عارضة اكتر من بيانات اكتر من نشاط من الشركة، يبقى في الحالة دي يبقى هتعمل قائمة الدخل متعددة المراحل. او يمكن يكون زي السؤال اللي جه في اخر المحاضرة اللي فاتت، اللي بيجيب لي بيانات وبيطلب مني حساب بند صغير من البنود التفصيلية لقائمة الدخل، مش كده؟ كمان ممكن اسالك هل الحته بتاعت الفرق بين المكاسب والايرادات بالنسبه لمنشاه نشاطها الرئيسي بيع السيارات وبين منشاه تانية نشاطها الرئيسي بيع الملابس، هل عمليه بيع السياره في الاثنين هتبقى نفس التكييف المحاسبي؟ لا، في الحاله الاولى هتبقى ايرادات، في الحاله الثانيه او هتبقى مكاسب. ماشي، دي ممكن الاسئله اللي تيجي في الجزئيه دي. يا ريت المحاضرتين دول انا عارفه يعني تحاولوا بس تسمعوهم كده بتركيز، لو لكم اي ملاحظات عليهم انا معاكم، يا ريت تبعتوها لي او تقولها لي، ولو حد محتاج ان انا اشرح اي جزئيه تانية مش واضحه يقول لي عليها، لو حد عايز عنده اي تعليق على المحاضره يا ريت تقولوا لي. يا رب اكون بفيدكم، يا رب تكونوا كلكم بخير، ويا رب نتقابل قريب بخير باذن الله وبامان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.